اهم مناطق الدخول والاهداف لعملة لونا كلاسيك. اذا كنت اول مرة عمال بتتابعني، انا قناتي مهتمة بالاخبار والعملات الرقمية. صديقي، اذا بتفضل صفقة استثمارية وضخمة مرابحة اكثر من 500%، راسلني على الرابط اللي باسفل الفيديو. عملة لونا كلاسيك حاليا بمناطق مفصلية، حاليا داخل هذا المثلث. اذا اخترقنا مناطق 0.3018، انا راح اخذ صفقة صعود، راح يكون اول هدف الي ل 22 و 26، وثالث هدف 0.3033. مهم كتير صديقي تراقب اختراق هذا المثلث والاغلاق. اما شباب، اذا خسرنا مناطق 0.3016، اما انا رح اخذ صفقة هبوط متجه فيها الى 3012. طبعا صديقي، قرار الاستثمار قرارك الشخصي، واذا كنت وصلت معي لهالنقطة الف تحية وشكر لك. صديقي لا تنسى، اذا كنت بتفضل صفقة استثمارية وضخمة مرابحة اكثر من 500%، راسلني على الرابط اللي باسفل الفيديو.